الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم في هذه القناة الإسلامية القرآنية العلمية المباركة، والتي أبث فيها دروسا من تفسير القرآن العظيم كاملا، من تفسير التفسير القويم للقرآن الكريم، والذي يعتمد بإذن الله تبارك وتعالى على تفسير القرآن العظيم بالقرآن العظيم، وعلى تفسير القرآن العظيم بالسنة النبوية الصحيحة المباركة المطهرة، والتي اعتمدت فيها بحول الله تبارك وتعالى على أصح كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وما صححه المحدثون الأعلام من أمة الإسلام من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء مفسرا للقرآن العظيم المبارك. وكذلك فإني أبث على هذه القناة المباركة تلاوة يومية لكلام الله عز وجل من على القراءات العشر، قراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات العشر المتواترة. وكذلك فإني أبث على هذه القناة دروسا أسبوعية في أصول الفقه من كتاب تحقيق الأصول من إرشاد الفحول، ودروسا في العقيدة الإسلامية من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، ودروسا في اللغة العربية من كتاب القواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي، ودروسا أخرى كثيرة مباركة تعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى السنة النبوية الصحيحة المطهرة، كقصص الأنبياء وعلامات الساعة وكنوز الباقيات الصالحات فيما ينفع الإنسان بعد الموت من الأذكار والأعمال الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.